الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الحكومة والوزراء، إخواني النواب. السيد رئيس، نسائلكم اليوم حول موضوع يستأثر باهتمام المغاربة ويشدوا اهتمامهم وموضع حديثهم، وهو الارتفاع ديال تكلفة المعيشة بشكل مضطرد وفي جميع المواد الاستهلاكية في جل الخدمات الاجتماعية. استدليتونا بالمندوبية السامية للتخطيط، نتوفر على نفس المعطيات، ويكفيكم أن تنظروا غير إلى هذا المؤشر الدال ديال المندوبية السامية للتخطيط في المرتفع، كافي للتدليل على الارتفاع العام. هذه وثائق ديال الدولة ديال المندوبية السامية، هي فيها حتى الخدمات ديال التعليم زادت ب 6%. إذن هالمواد نحتكم إلى نفس المواد، إلى نفس المؤسسات اللي هي ديال الدولة. ولكن بغيت نسولك على الحقيقة، كنت دير جولة في العكاري، ديرها فين ما بغيتي وتشوف واش كاين ارتفاع فعلا في الأسعار، وماشي خاضع للظرفية ديال الآن. ناخذوا النموذج والرسم البياني للارتفاع في مستوى هذا الشيء، إلا ما درنا شيء غادي يكون عنده آثار وخيمة على المقاولة المغربية، لأن الناس كيمشيو للتهريب. ولما تنقول تهريب في جميع الميادين، كيمشيو للمواد الصينية، كيمشيو للمواد اللي هي التركية. القدرة ديال المنافسة ما غاديش تبقى بطبيعة الحال ديال المقاولة وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي، وبالتالي الناس كتمشي للاستهلاك ديال المواد اللي هي أجنبية. خصنا نعرفوا أن المغاربة غير يكفي الواحد يتجول شو الأسواق، هل منال، قصارية ديال واد الذهب، هذه البيبة، غير كاين شارع طريق سلا من جنوبها لشمالها، شوف المواد اللي فيها كيف هي دايره. هذا الشيء انا تنقول بانه خطير الى ما كان شيء واحد، لان الامر يتعلق لما تنقولوا التهريب، ها محاربه الفساد هنا خاصها تبدا. راه ما بقى حتى واحد في المغرب الشرقي يشري شي قطره ديال ليسانس، راه كله تهريب. كل محطات البنزين اغلقت في المغرب الشرقي، ما نقولوا شيء العكس، هذا امر واقع. راه حنا عندنا في المغرب الشرقي تحت رحمه دوله جار، الا سدت الروبيني غادي يكون عنده انعكاسات في بعض الاحيان. لذلك اعتقد من المغالطه نقولوا بان الارتفاعات ما كايناش. بالنسبه للارقام ديال المندوبيه الساميه، تنقول بانها ارقام صادمه، وهذا الشيء قلت كما قلت غادي يكون عنده انعكاسات جد وخيمه. تكلمنا وهذا الشيء منين جا؟ تشويه جا من الحكومه، فضلتهم في هذه المدة وجدتوا بأنكم بغيتوا تصلحوا صندوق المقاصة. راه ما تنقولوش العكس، راه من العار أن واحد عنده كوزينة نووية يشري البطاقة بحال. حنا اللي جالسين هنا من العار ناخذوا البطاقة 40 درهم، والدولة كتشريها 140. ما تنقولوش شيء العكس، من العار أن أصحاب المقاهي كيبيعوا القهوة لكن كيسحبوها مسحوبة بالسكر وهو مدعم، ما تنقولش كيعطيهم، من العار بأن، ولكن هادشي بداوا به. ديروا طاكس على هذا الشيء، ديروا على موال الموالين الشركات، وريونا المردوديه ديال هذا الشيء فين غير كاينه. عندك صحاب، نحن ضد الاصلاح ديال هذا الشيء، ولكن باش تجيو تقولوا للناس غنعطيكم القد والقد، والله قدرتوا تحسبوهم، حسيوهم وتشوفوا المشاكل اللي غديروا في البلاد. سيدي مؤمن، والله لا خرجتي منها واحد وما عطيتيش نص العشر، قولوا لا، راه عندك وانت ما عندكش، حتى تدوا تباشروا وتشوفوا. عندنا غير عندنا مجايز الجاهزه اللي جنا من بلدان اخرى، ما عندناش نهائي اقتراحات هنا كمغاربه من اجل الوصول الى بعض الاشياء ولو برسم بياني. اعطيونا غير هذه المداخيل شحال في الضريبه هنا وفي هنايا وهنايا. من العار اللي عنده اربعه ديال الطوموبيلات نقولوا لا ما تخلصش البنزين، احنا ماشي من هذا المستوى، لكن اعطيونا هذا الشيء، ديروا لنا اجراءات. اما تجيو هنايا وفي اقوال متضاربه، سيبوا لي في هذه اجراءات تقنيه تصورات وفي معتمده على نماذج اجنبيه. سي نزار البركه قال بان الامر يتعلق بريع سياسي. سي الدويري مشى بعيد، رشوة انتخابية وكيتهمكم وخصكم القصاص. أنا كنحيلكم على أقوال الناس. لذلك ماشي المغاربة قالوا البوطان، لا راه قلتوه لهم، وقلتوا لهم غادوا تخلصوا في 140 درهم، وعطيتوني نماذج دراسات وجبتونا صحافة ونشرتوا هذا الشيء. لذلك كونوا يكون أحاديث الناس راه في زعزعة الاستقرار ديال البلاد الأرض ديالك. ما جاتوش هنا تصور سياسي متكامل وعطيتونا ندرسوها وجهة نظرنا ولا جيت نكون فيه باعتبارنا معارضة تشاركية. هذا النوع من الأشياء يؤدي إلى الخلط، هذا النوع من الاشياء يؤدي الى استقرار، عدم استقرار البلد. نذكركم راه كنا عشنا 81 وما يسمى بشهداء كوميرا لا قدر الله. لذلك كاين شويه الاحتياط وشويه المسؤوليه في هذا الجانب.
تكلمت يا سي بالكراع على الجفاف ورا الشاويه بقى كتنتظر التعويض ديال التامين. كل المعطيات بما فيها الرسميات الولات القواد كل شيء تيقولوا ها الجفاف وفين ضرب. شكرا. وراه الان باقيين كيتسناو الناس في التامين ديالهم، راه ما عطيتهمش اي التامين. لذلك خاص الدوله تقوم شويه بالتزاماتها لحد بعض الاشياء كتكون المصدر ديالها هو الدوله. شكرا لكم. شكرا.